يعني كان ليا زملاء اتخرجوا معايا، فلما تيجي تقول له كتاب البونه يقول لك صفحه كذا، بيقول وطلع فاشل. ولكن في عالمنا العربي الثقافه المفرطه، انا بتكلم مش انا ضد الثقافه، انا مع الثقافه لما تكون انت مبدع وموهوب هتضيف، هتضيف. الابداع ان تضيف، مش الابداع ان تبقى مكرر. دي ميزه الابنودي، انه استطاع رغم كل شعراء العاميه ان يضيف ويصل الى رجل القاعده، الى رجل القمه. جمال عبد الناصر كان بيحب الابنودي مسجل، لان كان الابنودي من غير ما يستاذن يكتب يقول، فهو كان كل دوله او كل حكم عايز انك تستاذن ويقول لك لا ما تقولش، فهو عارف ان هيقول له لا ما تقولش، فكان بيقول. فدخل السجن ايام شعره وجمعه وايام وكان في ناس كتيره جدا حواليه برضه بيسجنوا معاه، ويقول لك انا شاعر، وكان شاعر بمغص لان في مناظر كتير، ويطلع لميك يتكلم يروح قايل لك جملتين ما يتغيروش حتى بعد 10 سنين هم هم. الا ان الابنودي كان كتاب من تاليفه فرضوا على المجتمع العربي مش المصري بس، مع ان المفروض كان يبقى مصري فقط، ولكن استطاع ان بمفرداته ان يصل الى كل انحاء العالم العربي. ازاي النازي تروح في اللا شعور يروح قايلين اللي بيقولوا مع انه غريب وهو مش فاهم معناه؟ فكان يملك ابجديات في فن الشعر المضاف مش الشعر المكرر. عشان كده احنا النهارده بنتكلم عن الابنودي مش من فراغ، الابنودي فارض اسمه علينا بثقافته الفطريه.